عندي مشكله، انا مستعد اخدم العراق واخدم من ناحيه باي وقت وباي شان وباي صيغه كانت، بس كنت ترضي الله سبحانه وتعالى. زين احنا مو هسه بنحكي لك طلعوا مباراه يصير بمكاني، عم اصير بمكانك انت اشتغل وخر، موتتني ما تشتغل انت وخر. وخر هسه خلينا اشتغل هم ورا سنه، اذا ما اشتغلت هم يسبون ابويا بالشارع مثل ما سبوا ابوك. وانتهى الموضوع. شلبت انت 17 سنه، اعطينا سنه. اعطينا سنه عمي خلينا نشتغل خلينا نفتهم. زين هاي المدينه اللي تصرف لها 4 مليار 5 مليار بس بظرف 10 ايام الاربعينيه ما قادره تبني نفسها؟ واحدة الشعائر عندنا حسينيه بها 200 موكب ما قادره تبني نفسها؟ ما قادرين؟ من يا موكب انت تعال ابو قمر عشيره وين هذا؟ تعال تطي تطي بالشهر 25 موكبك لما تطي؟ كلها تطي 200 موكب عندنا بالسده على 25 ب 5 مليون بالسنه 60 مليون عمي، يعني كل سنه نبني لنا مدرسه. ترى علي بن ابي طالب مو خريج اكسفورد ولا عمار بن ياسر خريج شيكاغو. ناس عندها راس الحكمه مخافه الله، ناس تخاف الله واتقت الله، الله وفقها للعمل. شنو الفائده انا حاط ابراهيم الجعفري شهاده هالكبرها وباقي العراق، الشهرستاني حاطه شهاده بروفيسور الكبرها وباقي نفط العراق ورهانه بالتراخيص 200 سنه اللي قدام. شلبنا احنا شهادات وكفاءات هسه السده هاي كم دكتوره بها؟ وينهم؟ طين الدكتوره بالسده وينهم؟ منو اجى فد يوم واحد طلع مظاهرات ويانا؟ اجى واحد فد يوم قعد مدير ناحية حاسبه شو حاط لك شهاده هالكبرها ترقع 7 مليون راتب على شنو؟ شلبنا احنا بالكفاءات عمك وحماميل احسن من 100 كفاءه. بس ينقلوا براسك زين مهاتير محمد سوى دوله شنو هو؟ عبد الكريم قاسم ضابط ضابط ما اشتغل بسكان، ما اشتغل بتربيه، ما اشتغل بصحه، ما اشتغل باعمار، باربع سنين وثمان اشهر من 126 مستوصف مدرسه عبد الكريم قاسم. يعني شلون احنا تلينا بلوه بالكفاءات وبالشهادات وبالقوط وبصبغ الشعر وبالكلاوات هاي؟ والانسان عمل لو شكيل؟ عمل ملينا ترى ملينا من هاي السوالف. الدين الدين عمامه وجبه لو عمل؟ متنا سالفه الكفاءات والمثقفين موتتنا، وينهم كفاءات السده يلا؟ وينهم؟ زين عندنا دكتوره عندنا اكثر من 120 شهاده دكتوراه بالسده، انتم كلكم تطلعوا مظاهرات شفتوا فد دكتور من دكاتره السده جاي وياكم؟ ليش يجي علي ليش يجي؟ كان قاعد بجار هسه عنده 3 بيوت واربع قطع وراكب بسامنته وراتبه بالشهر 7 مليون وبنته صار الصيدلانيه وابنه صار طبيب، بعد ليش يطلع مظاهرات؟ يطلع هذا اللي ما عنده ياكل وما عنده يشربها كجاير ما عندهم. ذولا ناس دينهم دنانيرهم قبلتهم نسائهم، ذولا امتهنوا الدين والخلق والثقافه من اجل الدنيا يا عمي والله العظيم. من هذا ماكو، نبقى احنا نصيح وما حد يسمعنا. حاكي وقال لك لازم كفاءه، ابويا مو هاي الكفاءات. يلا هذا مجلس بلدي عندك 25 عضو بيه، ايش قد بيهم شهادات؟ ايش قد بيهم؟ وينهم؟ ها؟ طيني كم محافظ على بابل؟ كم عضو برلمان بابل؟ مو كلهم مهندسين وكلهم محاميين وكلهم بروفيسور اللي قدموه شنو؟ يا علي يا حبيب قلبي